جميع المدارس والمعلمين والطلاب، نحن فخورين بكم جميعا. برنامج الروبوتات الموحدة لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ينجح في دورته الثانية بسبب جهودكم وإخلاصكم وعملكم الجماعي، والشكر الكبير أيضا لشركائنا أتلاب والدار للتعليم وشركائنا الجدد KPMG. So moving to the awards, the first we're going to start with is the Spirit of Unified Robotics Award. So for our first recognition, we have from Al Ittihad National School Al Ain, Bakhit Suhail Al Amri. Congratulations. Congratulations, Bakhit.